الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نتكلم معكم على يعني نشوف الناس اللي كاينه ترجع على هادشي ديال الانجازات كما تيقول لك الدري ديال الزعلوله، انجازات الانجازات 11 سجن انجازات شنو كاع ما تكلم على الانجازات. هو ولا داك اسمو اللي حدا الفوق العضراوي، العضراوي اللي قال لك الناس يكتبوا لي وتيصيدوه. لا سي العضراوي، تواح ما كتب لك انت، كتب لي انا كتب تكلم على هادشي اللي قالوا الناطق الرسمي تاع الحكومة ديالك المغربية، اللي قال لهم غادي يبني 11 سجن وغادي يسدوا الجامعات ديال الاختصاص. انا اللي ما فهمتش هادشي، كلشي تقوليب، هادشي السياسة ديال البنك الدولي، غادي يديروا بريفيتاليزاسيون ديال السجون بحال داكشي ديال الميريكان. الميريكان السجون شادينهم شركات، دابا المغرب تيوجد لك 11 شركة 11 سجن. واش المغرب عنده الفلوس باش يبني 11 سجن بالمعايير الدولية؟ لا ما عندوش. دابا قالوا هما غيدو يجيبوا شركات ويبريفيتيزيو الحبس داك بريزن سيرفيس، غادي يولي بريفي. تبع هنا داروها في الانجليز، كاين اللي صدقات وكاين اللي ما صدقاتش، فهمتي داكشي اللي تيديروا دابا. كذلك مع هادو الجامعات، هادو الجامعات اللي سد فيهم داك الشفار اللي كان في ابو عيار ولا ابو في مراكش، هذاك حتى هو غادي اما يبيعوا الاملاك ولا يجيبوا شركات يدوزوها لبني عمهم. ثاني غادي جامعات بريفي التعليم بداو فيه، هادشي كلشي تقولي بتديرو الحكومة هادي ما دارت والو. واش هي غاداك الوعد ديال 1000 درهم اللي وعدونا به ودمصوها، عاد غادي يبنيو 11 سجن؟ 11 سجن ماشي هما اللي غادي يبنيو، غادي يتبنيو داد شركات أجنبية وغادي يستمروا هما، غادي يدخلوا لهم غادي يشدوه يصيدوا للحبس. كيما داروا مع هذا ديال اسمه هذا الدكتور تازي، الدكتور تازي هذيك مؤامره لان دخلت واحد الشركه اسرائيليان تتبني في الكلينيك بريفي وتعمل شي ديال التجميل وهادشي، ايوا واش داروا ليه؟ حيدوه من الطريق هادشي، لان كاين شركات ولا شركه اسرائيليه غادي تدخل وغادي تبني دي كلينيك سبيطارات خاصين. هو هذا اسمه التازي جاهم في الطريق او حيد لصقوا لي هذا وخشوه في الحبس، فهمتي. هو هادشي اللي كاين، فهمتي، ماشي هذا يكذبوا علينا، يكذبوا علينا. بعدا واحد الاخ، واحد الاخ من الوالماس، ماشي الماء المدينه، راه التيشيرت مشات اخويا، مشات هاد الصباح صيفط لك في البوسطه، ولكن هاد المره لانك انت ساكن في المغرب عملت لها التراكا وعملت لها لاسورونس. دابا البوسطه ديالكم تقول تفضلت ما تفضلتش ما نظنش، هي مشات على طريق السلامه على جناح السلامه. شكرا على لاكوموند ديال التيشيرت صيفطناها لك اخويا، حنا ما نتفلاوش ديك الساعه سير بلاص، قلت لها الباح اليوم صيفطها. ما نعست وجهي انت في الانفلوب باش نتكلموا، غادي نتكلموا على هذا بحال دابا الدار البيضاء، هذه العمدة المريوي ولا شناهي، هذه الغليظة، هذه العمدة دابا حتى اليوم الدار البيضاء صبحا غارقة بماء، هذاك سيدي عثمان الناس ما صابتش كيفاش يمشي دابا الناس ولا يعوموا باش يتحركوا في سيدي عثمان. وفينا هي البنية التحتية؟ شتيها انت تشوف دابا تقول ماشي غير حتى ستوندرد فيل تا هو غارق بالماء، لان هاد لي سوسيتي دامناجمون هاد لي ديك وهذا ما تيقوموش بتنظيف القوادس ويسرحوهم والمانتونس كلشي، ما يديروهاش، يجيبوا شركات يعطوها لك الصرفيقه والصفقه وهذوك العاهرات هذوك تيشدوها وتيديروا الفلوس هذا، قطع من هاد الجهه، قطع من هاد الجهه، قطع من هاد الجهه، ما قطعش صافي. وهذا ومن تصب الشتا تلقى القوادس عامرين تراب، عامرين وسخ، عامرين هذا، والدار بيزا تغرق
اي وعلاش؟ لان هذيك العمله وهذوك المستشارين ديال العماله للبلديه وهذوك البرلمانيين الشفاره دخل عليهم حتى داك اسمه داك بالخياط وداك والشبكوني هذاك اللي حصلوا خارج بفلوس الامارات هذو كلهم شفاره زيد عليهم داك اسمه ساجد هذو شفاره وزيد عليهم داك الاخر اللي تلبس سبرديله وتلبس البزعيه الهاول ماشي يقول لك السميه عنه ديال الحي المعماري هادو كلهم ما تيقوموش بالشغل ديالهم لا ما تصبش حتى تغرق الدار البيضاء ايوا هو هادشي اللي من العهد ساجي وتنسمع الدار البيضاء تغرق والله يجيب لكم شي تصنوي باش تغرق في خطره واحده نتهناو غنجيو حنايا نبنيوها ونديروا الامارات الدار البيضاء الجديده ماشي جديده ليلة هادي بحال كاينه نيويورك يورك كاينه في الانجليز وامريكا عندهم نيويورك حنا غادي نديروا نيو كازابلانكا نيو كازابلانكا نديروا دي فلي هذا اخواننا المغاربة عندهم تشوفوا هادشي هاد السياسة ديال السجون هادي تيوجدوا مدد الطريقة تيفرشوا لهم باش تدخل الشركات هادشي ديال هادو غادي يديروا السجون غادي يولي بريفي كلشي بريفي كذلك الجامعات ها هو هذا بيع وشرى هذا ايوا ها هو الجامعات غادي يسدهم احنا كاع الدوابة اللي كتبني جامعة وتسد السجن لا حنايا تنسدهم بخطرة قال تلبلو سجون نسدو الجامعات على نعملوها لان هذا الوزاره الفاسده الوزاره ديال السلطان محمد السادس فاسده في غير الشفار والله العظيم ما علمت بان هذاك الشلح اخذوش غادي يعفو عليه فيه اما قضيه العفو اللي قال لي ستا ما عرفنا شكون اللي فيها ايوا قال لي سربعوا البلايص لبعض السياسيين اللي حاكم عليهم المحكمه هذا دخلوا في اللائحه ديال العفو من نزول الحبس لا والو دو الفلوس هذيك اللائحه ديال العفو اللي عطوها الملك يسيدي فيها ملي عرفوا الاسماء ديال دوك الناس عرفوهم فهمتي الا كان مجرم في تعليق خصنا نعرفوا واش هذا يستحق العفو ولا لا لا هما اللي باعوا شراو فيها اللائحه ديال العفو باش تعرف مدي انا غادي نقول لك انا ماشي سوقي مدي لانني هنايا انا راك في التران هو التران غادي مدي احنا ماشي واقف احنا نتكلم وزايد مدي علاش نقول لكم تبع لي الطريق مدي ماشي تريح هنايا يوم هذا اش قلتي مداش مولاتي مداش لا مداش لا ما كاينش مولاتي هذاك تيجيب لك بلك كاس القهوه وتعيك لك المجمر لان ملصقوا بك السلوكه مع العافية ولا شو السخونية لك السلوكة تيدوبو مع هو تيزل لك المقراش تيبيك بيك تيسلقك يقولك هادشي كتب الله لا تعقلوا لك ملي كان السكاك الحديدي فيها الكاتريام ملي كانوا الحمايات يركبوا معنا في القطار عقلوا عليها البغال ولهذا ما كاينش نطول عليكم انتم اللي تشوفوا ها انت هي دابا هذاك العضراوي قال لهم العضراوي غادي يدخل للطبخ صافي كحله كحله دابا العضراوي غادي يولي يطبخ ايوا النصيحه اللي عطيها لك الزوجه ديالها تقول لها تعمل لي واحد البلاكه في الكوزينه نوط الله ما يدخلش الكوزينه لا دخل الكوزينه صافي غادي يخلي لي واليد بالجوع هذاك العضراوي غيدخل الكوزينه لقى الدريم هذا بدي ينفخ راسو حق القسم واش نقصتي العضراوي نقصتي والو بعدا تكحلها مع الكوزينه الجديده اللي عندك في الدار الجديده ايوا انت نوصي المدام ديالو باش تحبسو ما تخليش يدخل الكوزينه ولات الوالد يقول مو ديروا لي حق الفيتو هذا الشيء اللي قال لك دابا العضراوي ما بقاش يتصنت لكم لانكم تتصيدوا مع الناس سي العضراوي حنا ما نصيدوش تكلمني على السجون وتكلمني على الجامعات اللي يسدوا تكلمني عليه سقسي داك صاحبك اللي كان اللي كيف نيوك هذاك ابو عاقل وسقسي داخر هو هذاك معتزي ولا شنو هذاك هذاك نقول لي شنو هو القضيه ديال سدوا الجامعات قول لي كانوا بغا يبيعوا لنا شي وحده لينا حنايا هو شي هذا وتكلم على الضرائب على الخمر قال لك اسيدي المغرب ما عرفش شحال من القنينه ديال الخمر اللي باع وفينا الضرائب ديالها شتي ايوا هذه هي الدوله المنافقه هذه الدوله المنافقه المسؤولين الشفاره انا نقول لكم انا مش سوقي انا ماشي سوقي غير انا نقول لكم اش واقع ولهذا غنودعكم
وهذا نتمنوا الناس هذوك الدري ديال الزعلوله وداك مول الكامي يتكلموا لينا على هذا الشيء ديال السجون. السجون اللي غادي يبنيو لنا السجون 11 ماشي 10 ماشي 9 11 بحال داكشي ديال الكره ليكيب غادي يديروا لنا. ايوا هادشي اللي كاين. الضرب ديال الضرب ديال صباح اليوم غارقه يوم ثاني عيد غارقه لنا هذوك صحاب النظافه تعطيهم ثلاث ايام ديال الراحه ولا كانوا هذوك العروبيه تيسافروا تيخويو الضربين تيمشيو يعيلوا ايوا ما كاينش الشطب ما كاينش لي هذا ما كاينش حنا 24/7 لا 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 ديال فرنسا ملي كانت فرنسا كانت تمشي للمشارع محمد الخامس رجل لاكار تما بالليل تلقى كاميون ديال الماء تيشطبوا ويغسلوا ويطلقوا الريحه وهذا وهذا ايوا دابا والو حتى زوك النهار عاد تمشي قال لك بالشطابه باش يشطبوا لك الغبر على وجهك هادشي اللي عطى الله هادشي اللي عطى الله وديك العمده ديك العمده خاصها تمشي بحال هذا فهمتي يا راجل يا راجل يجرعوا عليهم هذا ما نديروا بهم الشفاره واش هذه واش هذه عمده تسير بالطوموبيل ديالها في وسط الزبل وما دارش الحل الدار البيضاء ايوا القوانين محلولين تطيحوا فيهم الدراري تدفعوا بالبوليس تطيح في قناه يديروا صباح الحل تيموت يقول حكا هادشي ما قدر الله يا الله يبقى يقدر ليلة القدر اللي يقدر هذا عاودوا الكركم يلاه سيروا سيروا خليني نمشي بحال هادي احنا لحقنا فين هادي واقيلا لحقنا ماركايت لا مازال واقيلا هادي ماركايت هي ماركايت تسمى الدري مسكين معاق وغادي مع دريه غادي يبيع تتسارى به باش يخرج مسيتين معاه الدرية هادي كيرة كما قلت ما كيرة هي غادية معاه وحاضية دري معاق بدي وغادية بيها بدي هادي تهلاو فيهم المغرب تيخليهم يخرجوا يسرحوا يدهم يسرحوا بوحدهم هو هذا كنت معاكم أنايا من هنايا مع السلامة.